فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. كتاب الجهادي مسألة القسمة ورد عن أبي عمرة ووقفنا عنده. نعم حديث مسدد نقل عن أبي عمرة بمعنى إلا أنه قال ثلاثة نفر زاد كان للفارس ثلاثة أسهم. فحديث عبد الله بن عتبة بن مسعود قال حدثنا أبو عمرة عن أبيه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفر ومعنا فرس فأعطى كل إنسان منا سهما وأعطى الفرس سهمين وأعطى الفرس سهمين. نعم الإسلام يعلو على هذا صحيح. وفي قوله حدثنا أمية بن خالد وابن الأسود بن هدبة وقيل ابن خالد بن هدبة بن عتبة الأزدي الثوباني أبو عبد الله البصري أخو هدبة وكان أكبر منه. وقال أبو زرعة وأبو حاتم والترمذي والعجلي ثقة. روى العقيلي في الضعفاء عن الأسرم قال سمعت أبا عبد الله يسأل عن أمية بن خالد فلم أره يحمده في الحديث قال إنما كان يحدث بحفظه لا يخرج كتابا. وما أبدأ العقيلي فيه غير حديث واحد ووصله وأرسله. وهنا أبو عمرة عن أبيه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نحن أربعة نفر في الحديث. وعنه عبد الرحمن بن عبد الله بن المسعودي عن رجل من آل أبي عمرة عن النبي ولم يقل عن أبيه أخرجها أبو داود أيضا بالوجهين. وروى أبو عبد الله بن منده في معرفة الصحابة من حديث عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي عمرة عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم معه أخ له يوم بدر أو يوم أحد فأعطى الرجل سهما سهما وأعطى الفرس سهمين سهمين. وكان اختلاف على المسعود وكان قد اختلط ورواية ابن منده هي من طريق يونس بن ركي عنه. رواية أبي داود من طريق أمية بن خالد والثانية من رواية عبد الرحمن المقرئ عنه. والظاهر من مجموع ذلك الأحاديث لأبي عمرو الأنصاري لا لغيره. ومن الجائز أن يكون عبد الله ابن عبد الرحمن يكنى أبا عمرة فتتأم رواية أمية بن خالد مع رواية يونس بن بكير. إلا أن يونس بن يزيد عليه يعني قوله عن جده. وحديث أبي عمرو في إسناده المسعودي وفيه مقال. عامة التأمت الحديث والروايات وإن كان هذا الحديث فيه ضعف والاختلاف الذي بيناه نقول بأن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عند التقسيم قسم للفارس سهم وللفرس سهما. وفي حقيقة الأمر بأنها للفارس الثلاث أسهم للفارس هذه حقيقة الأمر. وذلك نختم الباب وهذا خلافا للحنفية الذين قالوا للفرس سهم وللفارس سهم لأنهم يقولون كيف يقدم البهيمة على وهذا طبعا التشريع هو التشريع والحق أن يعني فرضية السهمين للفرس هي للفارس لأنه الذي يعتني بهذا الخير كرا وفرا. ولا بد أن تعلموا بأن النبي قد قال قولا فصلا قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قسمة الأسهم توقيفية أما النفل فهو لولي الأمر. أما النفل التنفيل لولي الأمر. علة الإسناد لا تظهر إلا بجمع الروايات. علة الإسناد لا تظهر إلا بجمع الروايات. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.